أنا إذا مال اليوم باش نرجع على وزارة التجارة، باش نرجع على الرقابة نتاع عام كامل مهم برشا اليوم أنه نعرفوا أهم المؤشرات الاقتصادية وفي الحصيلة بالنسبة للإطار هذا. على هكا لأكثر تفاصيل يدخل معنا سي زهير بوزيان مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. صباح النور سي زهير. أهلا وسهلا. صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين. مرحبا بك، شكرا لقبولك تفاعلك معنا. اذا سي زهير، اهم ربما ما نجم نقول عليه في الحصيله نتاع طيله الفتره السابقه، الحصيله 2023. بالنسبه للنشاط المراقبه الاقتصاديه خلال سنه 2023، معناها هو نشاط كان كبير ياسر، وتعدت مجلات عملية المراقبة اللي قاموا بها عوان المراقبة الاقتصادية، حيث أنهم قاموا بحوالي 564 ألف زيارة رقابية على كامل جرب الجمهورية، تم من خلالها رفع 84260 مخالفة موزعة كالآتي: عندنا 30000 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، معناها الاحتكار اللي عرفناه خاصة في السنة الفارطة هذيا، و 41400 مخالفة في شفافية معاملة تجارية، عندنا 1847 مخالفة في التلاعب بالمواد المدعمة، وعندنا حوالي 11000 مخالفة متعلقة بالجودة والميتولوجيا ومخالفات أخرى. بالنسبة للقطاعات اللي شملها المخالفات هذه، عندنا فوق 32000 مخالفة متعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحري، معناها الخضر والغلال والأسماك وغيرها. عندنا زادة حوالي 33000 مخالفة في المواد الغذائية العامة، 8180 مخالفة في قطاعات المخابز والمطاعم والمقاهي، وقرابة 11000 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة. سنة 2023 شهدت معناها نتائج معناها منقطعة النظير من حيث عمليات الحجز، حيث تم حجز فوق 11000 طن من مشتقات الحبوب المدعمة، كذلك 8200 طن من الخضر والغلال، 12 طن من اللحوم البيضاء، قرابة 900000 بيضة، 560 طن من السكر المدعم، 423000 لتر زيت نباتي مدعم، قرابة 200000 لتر من الحليب، كذلك 160 طن من مواد البناء، 3200 طن من المواد العرفية ومواد أخرى. هذه النتائج معناها الكبيرة اللي قامت بها مصالح المراقبة الاقتصادية رغم إمكانيتها المحدودة، تثبت الجاهزية نتاعها للقيام بعملية الرقابة وزجر المخالفين اللي قاعدين يضروا بالاقتصاد الوطني. إذا هذه عموما حصيلة الرقابة اليوم لمدة نحكيه على 2023. فقط زهير، راجع معك الرقم اللي يهم المواد المدعمة. بالنسبة للمواد المدعمة، 1847 مخالفة في التلاعب بالدعم، معناها خاصة المواد المدعمة اللي نعرفوها محنا، الفارينة، السكر وغيرها والزيت النباتي. يعني بطبيعة سي زهير باش يقع تسليط العقوبات المستوجبة قانونيا على هذوما الأشخاص. بالنسبة للمخالفين هذوما يقع تحرير محاضر بحث و حجز المنتوجات اللي قاموا بمخالفة فيها، وثم إحالتها للقضاء. في نفس الوقت ثم عقوبات إدارية، عقوبات إدارية تتمثل في أنك تمنع من التزود بالمواد المدعمة لفترة معينة، وتطبيق المراسيم اللي نخدموا بها. عندك زاد الحد من الحصة، كما يقول واحدة مخبزة يمشي يراقبوه يقاوه، يقوم يصنع في البريوش والمرطبات بالفرينة المدعمة اللي هي مخصصة حصريا لصناعة الخبز، وباعتبار أن الثمن متاحها بعيد ياسر على الفرينة الرفيعة، إذا هو يستغل ويقوم يستغلها ويصنع بها المنتوجات هذه. نلتجئوا إما إلى منعه من التزود، أو إلى أن نحطوا له نقصوا له في الكوتا نتاعو. واضح. نختم معك سي زهير بنقطة أخيرة، هذه الحملات الرقابية اللي تقوم بها طبعا سلطة الإشراف في الوزارة نتاع التجارة وتنمية الصادرات، لكن هل إن ممكن المواطن اللي يسمع فينا كي يشوف تجاوز في الأسعار ولا مخالفات قانونية ولا حاجة أنه يلتجئ للإدارات الجهوية ويبلغ على هذوما، وإلا ما فماش ما عندوش الحق؟ لا عنده حق المواطن، هو مراقب ومراقب بامتياز. احنا عندنا قاعة العمليات اللي مع زملاء في وزارة الداخلية، قاعة العمليات هذه
فيها الرقم 80191 يطلبون المواطنين ويعلموا هو رقم اخضر طبعا ونسبة كبيرة من المخالفات اللي يقوموا بها خاصة النوعية هي تجينا معلومات من طرف مواطنين. لما ساعات مواطن يقول لك راني فما لاحظت بجنب منزلي فما مخزن عشوائي ونتحولوا، وحتى في الأيام القريبة هذه معناها قمنا بعملية نوعية مع الزملاء في وزارة الداخلية معناها المصدر نتاع المعلومة هو مواطن وطبعا دون الكشف عن الهوية. يعني سي زهير هاك ولا كيفاش قلت لي؟ يعني ينجم ما يكشفش على الهويه نتاعه تجنبا. لا لا ما دين ما يكشف ما دين ما يكشف هو يطلب الرقم الاخضر يعطينا المعلومه احنا نثبتوها. المعلومه تنجم تكون صحيحه تنجم احنا نفيد اي معلومه احنا مطالبين ان نثبتوها نثبتوا فيها قبل ما ناخذوا القرار. مشكور جدا. شكرا ليك سي زهير بوزيان مدير الابحاث الاقتصاديه بوزاره التجاره والتنميه الصادرات على كل هذه المعلومات. ارقام مهمه مؤشرات مهمه. مشكوره جدا امل. هاني الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام. احنا مواصلين معاكم في